غارقون في التعب والمشقة، شردتهم الحرب من مناطقهم وأغرقت مياه الأمطار خيامهم، وباتوا في العراء يبحثون عن ملجأ يحميهم من لسعات البرد وزخات المطر. ليس لديهم سوى أصوات متعبة ارتفعت بنداءات الاستغاثة لنجدتهم. المطلوب بزر لنا محلات تكون جافة نغني فيها. المطر ده أصلا مطر زي يقولوا دو خريف، المطر ده في سنج بيجينا، في أي محلات بيجينا، كان برا السودان بيجينا، جينا رضا يعني نباح حاجة من رب العالمين. مطلوب بس منكم ده لنا محل ندخل فيها راسنا، كان مدرسة كان فسحة كان أي حاجة. زي ما شايفين 12 قتيلا وعشرات المصابين وثلاثة مراكز إيواء غمرتها المياه بحسب وزارة الصحة السودانية. الأمطار الغزيرة المستمرة والسيول المصاحبة لها فاقمت معاناة النازحين الممتدة طوال أشهر الحرب التي أخرجتهم من ولايات سنار والجزيرة والخرطوم. حكومة كسلة قالت إنها وفرت ملجأ جديدا أكثر أمنا، وناشدت المجتمع الدولي للتدخل وتقديم الدعم. مركز مدرسة صناعية ضرر ضرر بريق، وكل النازحين مرقوا من المدرسة، الآن الفصول غمرت، الخيم غمرت، وهم الآن قاعدين في الشوارع تحت الشجر وتحت البرندات بتاعت السوق، والموقف يتطلب السرعة، ونحن حشدنا كل المجتمع، حشدنا كل المنظمات. وتواصل فرق الطوارئ عمليات تقديم المساعدة والإجلاء، فالأمطار التي هطلت تسببت بأضرار جسيمة طالت نحو 1400 منزل في محلية ريف كسلة وامتدت إلى بعض مراكز الإيواء. أوضاع أقل ما توصف به أنها كارثية مع بدايات هطول الأمطار، إذ لا يزال الكثير من المناطق مرشحة للسيول والفيضانات، والخطر ما زال ماثلا يهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن، ما يدعو لمزيد من التضامن ومد يد العون وتقديم مساعدات إغاثة النازحين. طارق التجاني، تي ار تي عربي، الخرطوم.